انا بتعرف موجوعه انت جوال؟ اكيد موجوعه. من شو يعني موجوعه؟ من ضغط الناس. خلص ايهم بقى. ضغط الناس، ضغط الناس اللي كانوا يرموا عليك البندوره، يرموا علي بندوره. انا بحياته ما حدا رمى علي بندوره. شو لكان بحياته ما حدا رمى علي بندوره. ايه شو دفعتي تمن سمعتك؟ عمري 27 سنة. عمري 27 سنة. 27 سنة. وهو حقك هيدا انه اللي عملتيه انت، انه انت مرة. اكيد. اوكي. حقي، وما حدا قاله بالحق يقول لي ليش عملتي. بتضايق من كلمة، مش بتضايق كمان، كنت اتضايق. هلا صرنا بمرحلة جديدة. طورنا. بس انا كنت اتضايق من كلمات انه استفزازية من الناس. استفزازية، يعني بتكون وحدة بنوت حلوة قاعدة ببيتها، بتشوفني لإلي انا، بتطلع فيي بستفزها. اكيد بدي استفزها، فبتفوت بتكتب تعليق. طلعي بالمرايه لو سمحتي. انتو عم تطلع بالمرايه بتقولي لاهلك شو؟ كلمه بدي. انا بحبكم كثير وبفتخر كلمة. فيكن بفتخر فيكن. طلعي بالمرايه وقولي لي انا بقول للمتحولين شو؟ اوعكم تتحولوا. خلي المراية معك لو سمحتي. تمن سمعتي دفعتا؟ اني صرت جوال بدر، ما دفعت شيء. عم تنقضي حديثك، قلتي لي دفعت 27 سنة. 27 سنة ظلم بحياتي. هيدي هي. شو بدك تقولي لهيدا المجتمع اليوم؟ يا مجتمع، يا محترمين، يا اللي مخبيين نصكم بتيابكم، خلصوا خلص، كل واحد يهتم بأموره، كل واحد يهتم بحياته. شو كمان؟ بس. وانا اسمي جوال بدر، واللي ظلمتوني اياه كل حياتي 27 سنه بحياتي عم تظلموني كنتو. هلا الحمد لله كتر خير الله. انا جوال بدر، مرا كل معنى الكلمه. كنت اقول قبل بنت، هلا صرت مرا. كيف كنت اقول قبل بنت، هلا صرت مرا؟ اها طبعا تجوزت. جاوبيني على هيدا السؤال، 27 سنه عملتي حفلات خاصه؟ أكيد لا. طلعي فيي، خليكي معي. أكيد لا والله تمام. حفلات خاصة كان ما عملت أبدا؟ ما انجريت لهيدي القصص؟ انجريت بس أنا ما عملت. حلو. ما عملت لأنه اللي كانوا بدهم يجروني أنا كنت انصدم فيهم لما أشوفهم أنهم هن على أساس كتير محترمين ومهذبين ويا لطيف. جوال بدر، أنا وياك رح نروح للملف الأسود.